ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي. السلام عليكم متتبعين متتبعات قناة خديجة أم إسحاق، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم دجاج بالبورو، كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمقادير كنحتاجو جوج معالق كبار ديال المطارد حبيبات، ثلاثة ديال الفصوص الثومة، معلقة صغيرة ديال الملحة، وشوية ديال الإبزار. كنحاول نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبة لهاد المكونات يكون فيه حتى الزيت، أنا ما درتوش لأن غادي نخليه حتى الصباح باش يلاه يشرب ليا لا ماغيناد مزيان الدجاج ديالي. في الصباح غادي نزيد الزيت مع واحد المعلقه ديال المطرد ونولي نحكو معاها. صافي، من بعد ما غسلت الدجاج ديالي مزيان خديت لا ماغيناد ديالي اللي وجدت اللي وريتكم قبيلات، تكيت الدجاج ديالي من يعني في صدر ديالو تكيتو مزيان كما كتشوفوا، وخديت لا ماغيناد ديالي دخلتها هنا في الجناب، دخلتها هنايا يعني حاولت اني ما نخلي حتى بلاصه بلا لا ماغيناد. صافي دابا غادي نخليه يبات ليله كامله، ولا غدا ان شاء الله نوجدوا الحشو ونعمروه باش ندخلوه الفران. بالنسبه للحشو ديال الدجاج كنحتاج شامبينيون مشحر شويه ملح و الابزار، الدجاج حتى هو مشحر شويه ملح و الابزار. هذا دايره انا لدنت شحرت شويه ملح والبزار، وعندي نص كيلو ديال البورو حتى هو مشحر مع شويه ملح والبزار. بالنسبه للمرافقات عندي حامضه مصيره مقطعه رقيق، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الهريسه، ازير مقطع رقيق، معلقه كبيره ديال الازير مقطع رقيق، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال المطرد. بالنسبه للورق ديال سيدنا موسى ثلاثه الوريقات، ومعدنوس مقطع رقيق، ونصف كأس ديال زيت العود. صافي هادو هما مكونات ديال الحشو. صافي انا غادي نخلط هادوك المكونات ديالي كامله مع بعضياتها، وغادي نزيد عليهم الفرماج حمر في الاخير. صافي كنحاول نخلط جميع المكونات مع بعضها كما كتشوفوا. البورو ما كتخلطوش بزاف، غير شويه يعني، صافي غير تحسي بانه هبط شويه صافي كتطفي عليه. كنديروا معفيه ملح و الابزار فقط. صافي انا يا جاوني الطريفات ديال الدجاج كبار شويه، كنحاول اني نزيد نقطعهم شويه. بالنسبه لهاد الدجاج كيجي رائع في المذاق، كنتمنى انكم تجربوا الفيديو، عفوا تجربوا الوصفه، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي من بعد ما ميلانجيت لاداند مع البورو مع شامبينيون، غادي نزيد الاعشاب المناسبه والزيت، وغادي نزيد حتى الفرماج حمر حتى هو كيعطي واحد المذاق جديد. صافي غادي نزيد زيت العود، ومن بعد غادي نزيد جميع المكونات اللي عندي. غير بالنسبه للوريقات ديال سيدنا موسى انا غادي نقطعهم شويه، نحاول نهرسهم. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روحي يا الغزال فاطمه. من حالة الصباح عدا يا قمر
يزيد بالجرح عدامي في غراض هاد الدامي. غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان بمرحمة. أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي. كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة. فاطمة زطمي يلي داويتي جسمي. عمري بالعز وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا الباهية قدامي. ورقي ببصر وعامي والحسود فبلا وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال سقامي. كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفيها الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جفاك طال. صافي البنات، من بعد ما وجدت الحشوة ديالي والدجاج بات ليلة كاملة في هذيك لاماريناد اللي دهنتو بها، صافي دابا كنعمرو بهذيك الحشو وغادي نجمع له الرجيلات ديالو. صافي كديريهم في اللاطه ديالك، كتكوني وضعتي لها السيرفريزي والالومنيوم. بالنسبه للاطه كندير لها الالومنيوم هو الاول، يعني كنفرشو في اللاطه ومن بعد الفوق كندير فوق منه السيرفريزي وعاد كنستف الدجاج ديالي. بالنسبه للدهين باش غادي ندهن الدجاج، انا خديت هنا معلقه كبيره ديال الموطارد ونص كاس ديال زيت العود ومع معلقه ديال الهريسه. صافي وغادي ندهن الدجاج ديالي، عاد غادي نستفو في اللاطه كندهنو مزيان. كنحاول اني ندخل هذيك لا ماريناد الاخرى في داك التقيبات اللي تقبت فيهم الدجاج. صافي كندهنو مزيان وغادي نحطو في اللاطه ديالي. صافي من بعد ما عمرت الدجاج كما كتشوفوا درت له الالومنيوم من التحت، عاود درت له السيرفريزي. صافي وضعت الدجاج ديالي، غادي نغطيه بالسيرفريزي يعني عاود نغطيه بالسيرفريزي وعاد نغطيه مزيان بالالومنيوم وغادي ندخلو الفران ويطيب على المهل ديالو. ملي كيطيب كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالجيم ديالكم ولي لايك، وكنتمنى الفيديو انه يكون نال الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه.